أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة بعد عصر يوم السبت 7 دجنبر الحالي قرارها بشأن الأستاذة رشيدة قدوري زوجة المعتقل محمد المجاوي الذي تم اعتقالها بعد العثور على مواد ممنوعة في أغراض تطوعت بإيصالها بكل براءة وحسن نية لأحد معتقلي حرك الريف بطلب من أقاربه. وقرر وكيل الملك بذات المحكمة متابعة الأستاذة رشيدة قدوري في حالة صراح مؤقت بعد توقيفها أول أمس الخميس فيما تقرر متابعة معتقل سابق الذي وشخص آخر في حالة اعتقال بعدما اعترف بدس مخدر الحشيش وهاتف نقال بين أمتعتها دون علمها. وستنعقد أول جلسة من محاكمة رشيدة قدوري في حالة صراح ويوم الاثنين 9 دجنبر الحالي. وقد غادرت الأستاذة رشيدة قدوري بناية المحكمة وكل الأمل في براءتها. وكان مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون قد كشف أن اعتقال المعنية بالأمر جاء بعد ضبط كمية مهمة من المخدر الشيرة تزن حوالي 25 جرام وهاتف نقال وعلبة من أوراق لف الحشيش أخفتها زوجة المعتقل بين ملابسها الداخلية. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديرو جيم.